ركزوا معنا مشاهدينا الأعزاء حول هذه الفقرة، ضروري تنتبهوا معنا. يقول لك البعض يعاني معاناة حقيقية إن لم يكن يقتني ماركة. يا ساتر يا رب. لازم، سواء كانت ملابس، حقائب، ساعات، اللي تيجي في طريق، حتى الإكسسوارات، ويمكن أو غيرها. طبعا احنا الموضوع هنا يعني بيختلف من شخص لآخر، بيختلف من 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 في ناس تقبل براند يكون في أعلى مستوياته عشان يثبت لنفسه وضع اجتماعي، لدرجة أن البعض من حرصهم على شراء البراندات العالمية يصرف ما في الجيب حتى ينصدم بما في الغيب. المهم زميلنا مبارك الكويكبي أكيد يشاكركم ويحارشكم مثل هذه الأسئلة وسألكم، هل أنت مهووس بشراء البراندات؟ خلينا نشوف. حياكم الله مشاهدينا، بيقول رأيك اليوم راح نسأل الناس هل عندك هوس شراء ماركات عالمية ولا لا؟ خلينا نشوف مع بعض أجوبة الزوار اليوم إيش؟ لا والله الماركات حد ذاتها ما فيها هوس، بس عندنا أهم شيء الكواليتي العالي، يعني الجودة جميلة حتى لو إنه مو ماركة، أهم شيء له قيمة ويعيش معي وشكله حلو. إيه طبعاً. كم معدل الإنفاق تقريباً؟ حسب، أحيانا 10 أحيانا 20. طيب على إيش مثلا؟ شنطة أو كعبة أو إيش؟ شنطة، ممكن خاتم، ممكن سوارة، ممكن ساعة، ممكن شوزات، حسب شيء اللي أخذه. صراحة مو بمرة، لأنه أشوف لو أشتري يعني شيء بسيط ما يكون ماركة، أهم شيء أنه يعني يكون عاجبني، عرفت؟ أما الماركات واللوغو لوغو لا، ممكن أني أشتري قطعة قطعتين بس ممكن أنها تكفيني. لا. طيب كم أفرج شرائك لو بتشتري مثلا خاتم أو قلم أو ملابس؟ 1000 وتحت، كل معقول يعني. طيب تيشيرت قيمته 5000؟ لا. 4000؟ لا. 3500؟ لا. من 1000 إذا جاك هدية؟ أكيد هدية، ما يحتاج الشيء البلاش ربح بيّن. إيه مرة. طيب كم تنفق تقريبا في الماركات؟ من راتبي؟ من راتبك أول شيء أتجمع أعطيك، بعطيك بالمية من راتبي يعني تقريبا 50%. للأمانة لا ما عندي. إيش السبب؟ ممكن الميزانية ما تسمح. طيب لو سمحت الميزانية بتشترين؟ أكيد. صحيح عنده هوس ماركات. هي نعم عنده هوس ماركات، يبغى يشتري سليبر عن طريق تابي أو تمارة. هذا أو تمارة صح، عندك أكثر من خيار. والله شوفوا يا جماعة الخير، موضوع البراندات هذا إحنا بنعطيه أكبر من حجمه، فعلياً بنعطيه أكبر من حجمه، وصارت كأنه يا جماعة قيمتي في نفسي، والله العظيم قيمتي في نفسي، قيمتي في شخصيتي، قيمتي في أخلاقي، قيمتي في أدبي، قيمتي في جمالي، قيمتي في عفويتي، قيمتي في أثري بين الناس، قيمتي في أني أكون لابسة لبس نظيف، ريحتي حلوة، دخلتي على الناس بابتسامة جيدة، أخلي الناس عينها تطيح علي، ما تطيح على شنطتي، ما تزغللهم ساعتي، ما يشوفوا ألماساتي، يصير الناس يا أنك كم مبلغ اللي أنت ماشية فيه؟ كم قيمتك المالية أصبحت أهم من قيمتك الإنسانية ومن قيمتك الفكرية ومن قيمتك ليه كذا؟ إحنا وين واصلين؟ إحنا وين واصلين ونجاهد وتحس إنك أنت إذا بدولابك ما في براند زي الثلاجة من غير لحمة؟ إيش رأيك في التشبيه؟ يجي فهمتي يعني؟ عرفت اللي شيء فيه شيء أساسي ناقص في دولابك، ما عندك ولا ماركة؟ لا والله. هذا سؤال يعني غريب، واجتهاد البنات، وحتى الآن حتى الشباب طاحوا فيها، اللي ممكن تروح تسوي جمعية عشان تشتري شنطة، واللي ممكن تروح تتسلف وتتدين عشان عندها مناسبة ولازم تشتري شنطة معينة أو تشتري اكسسوار معين، يروح يشتري ذهب. اي ذهب طبعا، بس زاد الذهب طايح، كان امس الحين يعني رجع ارتفع ثاني. والله ما الحقوا نفسكم اشتروا سبايك. شوفي لبنى، السؤال اللي يطرح نفسه هو من يحدد هذه الماركات العالميه؟ ليش احنا بنعتقد انه هذه الماركه وهذه وذلك اللي بنشوفها كثير على السناب شات من مشاهير السوشيال ميديا هي فقط الماركات العالميه؟ من
مين قال إنه فقط هذه هي الماركات العالمية اللي نشوف اللوجوهات حقتها كبيرة وظاهرة في كل مكان؟ تعرف العالم مليء بماركات جميلة جدا وفيها أخلاقيات وإنسانية وتراعي حقوق الإنسان والبيئة وغيرها وبجودة جدا عالية وبصناعة هاند كرافت يدوية. يعني انت ما عندك مشكله مع اقتناء البراندات الغاليه ما دام ان هي يعني تنطبق عليها الشروط اللي انت ذكرتيها؟ هي لا تنطبق عليها الشروط. يعني لا الان انا لو اكتشفت ابغى افهمك الحين ريم، احنا مشكلتنا مع البراند نفسه ولا مشكلتنا في ابعاده؟ يعني انا الان لو في براند غير صديق للبيئه يخلي الاطفال يصنعوا ياخذ جلود الحيوانات وبراند اللي هي الاشهر البراندات، ايوه، وبراند اخر بنفس القيمه ولكن صديق للبيئه، لا لن يكون بنفس القيمه صدقينا، لن يكون، يمكن يكون اغلى، لن يكون اغلى ولن يكون بنفس القيمه، لانه هذه البراندات بتبيع على اسمها. اولا الاسم بياخذ نسبه كبيره من السيل، ثانيا لما تيجي تتكلم على الجوده زي كذا فانا ما اشوف انها لها جوده. ولكن انا هذا السؤال انا بساله، مين قال لكم انه الماركات العالمية هي فقط الثلاثة ماركات اللي بنشوفها عند مشاهير السوشيال ميديا؟ ترى العالم مليء بماركات جميلة جدا ومختلفة وحلوة وأسعارها في متناول اليد وصديقة للبيئة وفيها أخلاقيات كثير. الماركة أو العلامة هذيك المعينة ترى مو شرط أنه شيء حلو، زي مثلا في علامة معينة رمزها مسمار معكوف، أنا لا أجد أي جمال في هذا المسمار المعكوف اللي أنت دسيت يدك يا ربنا لبسته، لا أجد فيه أي صورة جمالية، وهو الأغلى ثمنا وهو ثمن مو معقول ثمن، وخصوصا لو كان فيه كمان ألماس بشع بطريقة. مع الاحترام لهذه الماركة ومقتنيها، أنا كجمال لا أرى فيها المسمار المعكوف أي جمال. طيب مع احترامنا أكيد للمسمار المعكوف، خلينا نرجع للمبدأ يا ريم. أنا بالنسبة لي أرجع، يعني إحنا ما بندور على جمال، لا خلي بالك، لا لا إحنا ما بندور، يعني ما هي مسألة جمال، هي بندور على رمز يمثل الغنى ومستوى مادي معين، وقد أكون أنا لا أنتمي لهذا المستوى المادي. أيوة خليني أكلمك على هذه النقطة. إحنا المشكلة لما بنشاهد، إحنا الآن أصبحنا كلنا مجتمعين ومنفتحين على بعض، زي ما أنت تفضلتي السوشيال ميديا خلت بيوتنا مفتوحة وبيوت غيرنا مفتوحة لما نختار، وعيننا في بيوت غيرنا على دواليبهم وعلى ملابسهم وعلى أشياءهم. فلما تيجي المشهورة الفلانية اللي عندها 55 شنطة من العلامة التجارية ورا محطوطة الأغلى في العالم، أيه محطوطة وراها، أنا بالنسبة لي أرجع أقول إذا هذه امتلكت 55 واحدة من هذه البراند، نعم، اللي متوسط قيمة أسعار الشنط فيها 70,000 ريال، تقول لك أنا بكافئ نفسي أعرف بتكافئ نفسها تكافئ، الله يهنيها. بس أنا يا جماعة يعني هذا ليس طبيعتنا وليست حياتنا وليس، مش مفروض عشان هي حطت 55 شنطة لازم يكون عندي ربع شنطة من هذه العلامة التجارية وأروح أسوي جمعية وأقاتل، وللعلم ولا أجزم قد تكون كلها إعلانات، وقد تكون كلها سبونسر، وقد تكون كلها هدايا، بعضها تقليد. نعم قد لا تكون، هذه نتكلم عن ثروة، فلا تصدقوا كل اللي تشوفوه، ومش بالضروري تمتلكوا ماركة، أهم شيء تكون لابسة لبس أنيق جميل عليك، وخلي أخلاقك واحترامك ونظافتك وكرمك أهم بكثير من الماركة. وأهم شيء عند شراء أي شيء دائما خلينا نحرص أنه يكون أخلاقي، نسأل عن هذا البراند، نشوف فين بيصنعوه، المصانع هذه كيف شكلها، كيف تعاملهم مع البيئة، كيف بيتخلصوا من الجلود ودباغة الجلود اللي فيها انتهاك للبيئة، هل هناك في عمالة أطفال؟ خلينا نسأل نفسنا كذا سؤال. وأيضا استهلاك اللي هو الفاست فاشن، الموضة السريعة اللي للأسف فيها انتهاكات كثيرة وكبيرة للإنسانية وللبيئة. فاصل قصير ومكمل. بعد الفاصل، كيف نكتشف الأمراض المناعية ومتى نقول هناك نقص مناعة؟